دلوقتي لفقرة استوديو الحريف. معانا دلوقتي ومنورنا موهبة بمعنى الكلمة، هو واحد من ناشئين النادي الأهلي، لكن الحظ ما حلفهوش وما استمرش ولعب في صفوف الفريق الأول، لكن الحظ ابتسم له في حتة تانية وهي تجربة الاحتراف، وبتعتبر تجربته واحدة من أقوى تجارب الاحتراف للاعب مصري. لعب في الدوري الأردني واليمني والعماني واللبناني وحتى الموريتاني، بعد ما اعتزل خد مشوار كبير وانتقل لعالم التدريب عشان يستقر بيه الحال النهاردة كمدرب في أكاديمية الأهلي بمدينة نصر. تعالوا نطلع نشوف مين معانا ونرجع نكمل حلقتنا. زي ما شفنا معانا ومنورنا كابتن عبد الله الزيات، لاعب النادي الاهلي السابق ومدرب اكاديميه النادي الاهلي بمدينه نصر. اهلا بك يا كابتن ومنورنا. استاذ اميره، سعيد جدا بوجودي مع حضرتك والاستاذه هند، وببارك لكم طبعا على نجاح البرنامج. والنهارده مش عارف اقول لكم مبروك ان دي اخر حلقه في السيزون الاول ولا، بس ما شاء الله وصلتوا كل لقلوب كل الاهلاويه، يعني برنامج ناجح بجد. الله يخليك. كمان بتقدروا تناقشوا يعني جماهير النادي الاهلي، مش جماهير كره بس، جماهير يعني في سيدات بتحب تتفرج على الحاجات الطبيه، الحاجات التجميليه، فكده فكان برنامج ناجح يعني. فالتوفيق دايما ان شاء الله. ان شاء الله نرجع نكمل تاني اكيد. في البدايه كده عايزين نتكلم معاك عن الاهلي ومبارياته الفتره اللي فاتت، وشايف الدنيا كانت عامله ازاي، وخاصه بقى نتكلم عن مباراه مصر امبارح الاهلي والداخليه. يعني لو هنتكلم على النادي الاهلي من اول كاس العالم للانديه، النادي الاهلي خاض في كاس العالم للانديه اربع مباريات صعبين جدا، خصوصا في وقت قليل جدا. بدانا باوكلاند سيتي، فوز طبعا بثلاثيه نظيفه، ثم سياتل الامريكي كان فريق صعب جدا، فوز 1-0. مباراتين في 6 ايام او 7 ايام بعلم كره القدم كده يعني يوصلوا لعيبه فعلا لاجهاد يعني. ثم بقى ملاقات ريال مدريد، ريال مدريد كان كمان جاي من هزيمه في الدوري الاسباني. بتلعب ريال مدريد وعندك طموح، جماهير النادي الاهلي عندها طموح ان احنا خلاص قربنا للبطوله. ريال مدريد طبعا بيمتلك افضل لعيبه في العالم يعني، ف قدروا يستغلوا الفرص اللي وصلت لهم للجون يعني. اضعنا وعملنا مباراه جيده جدا. ثم بقى ملاقات فلامينجو البرازيلي على تحديد المركز الثالث والرابع، انا كنت شايف ان الدوافع قلت شويه، خصوصا ان احنا كنا جماهير النادي الاهلي كانت خلاص بصت للبطوله وكده. ف كانت مباراه رغم انها على تحديد الثالث والرابع كانت الدوافع زي ما بقول لحضرتك، كل النادي الاهلي قدم مباراه جيده جدا. يعني 4 مباريات في حوالي 9 او 10 ايام، فاجهاد كبير جدا على اللعيبه. ثم بقى العوده لمصر، غير المباريات اجهاد السفر، انت كان كل ماتش في واجهاد السفر ومسافره كنت لعبة ماتشات هنا في الدوري. ثم بقى العوده لمصر والسفر للسودان، ملاقات الهلال السوداني. طبعا الهلال السوداني كان في الوقت ده متصدر الدوري السوداني، كان في الجوله 17، كان 47 بونت في التوقيت ده، بيليه المريخ كان بفرق نقطه يعني. فالهلال السوداني فريق قوي على ملعبه في امدرمان، وشفنا طبعا الاحداث المسيئه لبعثه النادي الاهلي هناك يعني. ثم العوده بقى لاسوان وملاقات اسوان، الفوز ب 3-0 كان اداء جيد جدا، النادي الاهلي صالح جمهوره، قدم مباراة جيدة، مباراة هجومية. ثم بقى ملاقات السان داونز، ان انت تبقى متأخر بهدف وتقدر تتعادل وتفوز، وما قدرناش نحافظ على الفوز، النتيجة انتهت 2-2 وضيعنا ضربة جزاء. ثم بقى ملاقات الداخلية امبارح، هنتكلم في ماتش الداخلية. ماتش الداخليه طبعا الداخليه داخله اللقاء 16 نقطه بتنافس على الهبوط، الاهلي 40 نقطه متصدر الدوري. طبعا بعد يعني دي مش مبررات، بس انا شايف ان النادي الاهلي طبعا بيمر بفتره اجهاد، حتى لو مش اجهاد بدني اجهاد ذهني. فماتش الداخليه دي بتبقى مباراه يعني كل الفرق اللي بيطلاق النادي الاهلي بتقاتل وبتبذل مجهود كبير جدا عشان المباراه دي بتمثل لهم تاريخ كبير جدا، سواء للعيبه الاجهزه الفنيه للنادي. بيقال بعد كده ان النادي
في تاريخ مواجهاته مع النادي الاهلي تعادل او فاز او كمان الكابتن علاء ابو علي عارفين ان طريقه لعبه دايما طريقه دفاعيه، بيلعب على الهجمه المرتده، بيقفل خطوطه كويس جدا. النادي الاهلي امبارح الشوط الاول ما كانش بالجيد قوي، زي طبعا بقول على تصريحات كولر المدير الفني النادي الاهلي يعني. الشوط الثاني بقى فيه تحرر في نص الملعب بقفشه وديانج، شفنا النادي الاهلي قدر يستحوذ، قدر يوصل كهربا طبعا المشاركه التامنه ليه وبيهدف كمان وماشي كويس بعد الايقاف يعني. فبرضه هنتكلم في الجزئيه دي، الاهلي ما قدرش يحافظ والتعادل. ف طبعا كولر خرج وقال تصريحاته انه مش هيرضى بالامر ده، وقال انها اسوأ مبارياته. فهو راجل شجاع انه كمان انه يطلع ويتكلم قدام الراي العام ولكل الاهلاويه انه فعلا المباراه ما كانتش على قدر. هو كمان الهدف يعني رامي ربيعه لم يحسن تقدير الكره مش اكتر يعني. يعني الكره دي لو تعديت 3000 مره رامي ربيعه هيقطع وهيطلع كره زي ده، لم يحسن بس تقدير الكره في التوقيت ده. وكان في خطا برضو من رامي ربيعه في اول مباراه تقريبا، كان في هدف كان هيدخل في مرمى الشناوي لولا بس يعني ان الشناوي ايه ربنا كرمه كده، وكان خطا. هي زي ما بقول لحضرتك فيه اجهاد ذهني للعيبه يعني، هي بتبقى لحظات الغلط دي لحظات بس سريعه جدا. خلينا نكون برضو عشان نبقى صراحه، اللعيبه اللي لعبت امبارح اغلبها ما كانش بيلعب في الماتشات اللي يعني مع كل الروتيشن اللي بيحصل ده. فانت بتعمل روتيشن عشان ما نقولش اجهاد بدني، ما نقولش اجهاد ذهني. ليه ده بيحصل؟ ليه بنشوف اداء فجاه؟ بالظبط انت بتبقى هنا فجاه تروح عامل كده. ايوه مستوى بينزل فعلا. بالظبط انا قلت لحضرتك النادي الاهلي نادي كبير جدا، نادي بطولات، النادي الاهلي جماهيره دلوقتي بتطمح بالبطوله 43 في الدوري، صح، بالبطوله 38 في كاس مصر، للسوبر ال 13، البطوله ال 11 في افريقيا، للبطوله السوبر الافريقي العاشر، للكاس الكؤوس السادس، طبعا بطوله كاس الكؤوس الافريقيه اتلغت يعني. فالنادي الاهلي نادي بطولات، فاي حد بيرتدي تيشيرت النادي الاهلي طبعا لازم يعني بيتسم بالصفات وبالشخصيه دي. فطبعا انا ما بقولش مبررات للهزيمه، بس هو فعلا لو حسبنا المباريات النادي الاهلي اكتر من 9 او 10 مباراه في شهر، فده اجهاد كبير جدا بمعدل. بس خلينا نتكلم على الماتش امبارح تحديدا، انت الاهلي متقدم 1-0 مبدئيا. بالزبط. الفريق اللي قدامك بتلعب ب 10 لعيبه، يعني احنا اول لما شفنا المنظر ده قلنا خلاص بتاعتنا. بالزبط. ايه اللي بيخلي الفرص تروح مننا؟ يعني ايه اللي بيخلي ده يحصل؟ يعني كلمنا عن المشاكل. احنا الجون اللي دخل بغلطه مننا. بالظبط، هي مباراه في تاينسيان. النادي الاهلي زي ما بقول لحضرتك يعني خلاص كانت المباراة على وشك الانتهاء يعني. هو يعني عدم رامي ربيعة لم يحسن بس تقدير الكرة في الوقت ده، لو كانت الكرة دي طلعت من مرة واحدة كان خلاص المباراة انتهت 1-0. ما نقص بقى على كده يعني، ان شاء الله الحمد لله ان المباراة دي كمان جت في الدوري قبل ماتش القطن الكاميروني 4 مارس السبت القادم، وجت كمان في توقيت ان انت متصدر دوري وفرق بينك وبين الثاني 3 نقاط ومباراتين كمان اقل. فالحمد لله انا جاي في التوقيت ده. انا شايف ان النادي الاهلي نادي كبير وبيمتلك مجلس اداره على اعلى مستوى، كابتن محمود الخطيب راجل رئيس نادي بدرجه مدير فني طبعا. يعني راجل اسطوره كره القدم المصريه يعني، فاكيد راجل كمان على درايه يعرف ثغرات الفرقه. وجمهور النادي الاهلي كمان جمهور واعي وجمهور فاهم لكره القدم، وكمان بيآزر وبيساند. فانا شايف ان الجمهور حتى انا ما شفتش حاله غضب كمان بعد الماتش. في حاله حزن مؤقته، بنلتمس العذر طبعا للعيبه، خلاص كانت المباراه على وشك الانتهاء يعني، باستثناء الغلطه الغير المقصوده من رامي ربيعه. احمد رشيد لاعب مهاجم نادي الداخليه استغل الغلطه فانا شايف ان ما نقص بقى على كده ان النادي الاهلي ما بيحافظش في حاله انه بيبقى فايز وما بيحافظش وكده يعني. فانا بس شايف هو ده في النهايه، يمكن احنا هنا بنتكلم بلسان حال الجمهور. بالظبط، يمكن احنا في ماتش سان داونز الجمهور كان مالي الاستاد. بالظبط، ما كانش فيه كرسي واحد فاضي في الاستاد، وده نفس اللي حصل برضه في ماتش سان داونز. بالظبط، انت بعد ما وقفت على رجلك فجاه تحصل غلطه، تفوت فرصه، يحصل كذا، الماتش تخسر الثلاثة بونت. كره القدم مبنيه اصلا على الاخطاء يعني، فلما فيش اخطاء مش هيبقى في جول. ما هو بص، واحنا هنا لما بنتكلم برضه احنا بنتكلم بلسان جماهير الاهلي. بالزبط. ان احنا بنتكلم وبنحط ايدينا على المشاكل علشان نعرف ايه مشاكلنا ونعرف. بالزبط. مش عشان نجلد، اكيد أنا اكيد فاهم مليون في المية. هو طبيعي في اخطاء،
وطبيعي المدير الفني حط ايده على الاخطاء وطبيعي انه هيبدا يشتغل على ده. فاحنا بنتكلم ان الحمد لله ان الاخطاء كانت في توقيت احنا الشهر ده شهر الحسم نقدر نتعلم منه ان شاء الله. يعني الشهر ده شهر الحسم، هنلعب الحسم، هنلعب القطن الكاميروني، المقاولين. كنت اتمنى مباراه المقاولين تتاجل بس للاسف مش هتتاجل. ثم بقى السفر لجنوب افريقيا ومن جنوب افريقيا على القطن الكاميروني في الكاميرون. ف شهر الحسم فعلا مباريات صعبه. النادي الاهلي ان شاء الله قادر على الفوز هنا على القطن ان شاء الله، وعلى صن داونز بره، والقطن والهلال ان شاء الله هنا هتبقى مباراه. انا شايف انها مباراه مش هنقول سقريه، السودان شعب شقيق، بيننا وبينهم علاقات تاريخيه كبيره جدا، بس ان شاء الله النادي الاهلي قادر على الفوز على الهلال هنا، وانا شايف النادي الاهلي ان شاء الله هيصعد ومن الانديه المرشحه في البطوله يعني. انت شايف انه باذن الله ممكن نتدارك زي ما بيقولوا شويه الاخطاء اللي حصلت؟ بالظبط. المدير الفني، انا شايف المدير الفني هو اللي، انا قريت خبر دلوقتي هنا في القناه ان كولر بيستبعد التمرين فترتين في الوقت ده، وده قرار سليم جدا. ما ينفعش في حاله الارهاق الذهني والارهاق البدني ده الفريق يتمرن فترتين في اليوم، يعني خصوصا ان في سفريات كتير. فطبعا هيشتغل على الاخطاء دي. اللعيبه دي لعبت كتير طبعا، وارد الاخطاء في كره القدم. ف ينقصنا بس الفتره الجايه حته الروح، حته شخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي بالظبط، لو ده رجع خلاص النادي الاهلي طبعا. النادي الاهلي اي فريق في افريقيا بيخشاه طبعا يعني. فالنادي الاهلي ان شاء الله قادر على الصعود من المجموعه دي. وعلى فكره المجموعه ده اصعب مجموعه في ابطال افريقيا يعني. انا الهلال. هاخد بقى من كلامك ده وهسالك، احنا عندنا ماتش صعب اللي اتكلمنا عليه، القطن الكاميروني يوم السبت. ايه اللي ممكن نعمله او ايه اللي يعمله كولر علشان نتفادى هذه الاخطاء بالورقه والقلم كده؟ بس الحمد لله المباراه جايه في توقيت، يعني الحمد لله انها جايه لسببين. القطن الكاميروني الى حد ما حظوظه في البطوله انتهت او في الصعود انتهت، هزيمتين من صن داونز ومن الهلال السوداني. هو عنده امال، بس يعني اخر مباراه بالنسبه له امال. احنا عندنا النقطه ان شاء الله نكسب القطن الكاميروني، نبقى 4، الهلال 6، صن داونز 7. ايه اللي هنعمله الفتره دي؟ طبعا محتاجه روح زي ما قلت من شويه، محتاجه لعيبه نادي الاهلي تتسم بشخصيه النادي الاهلي. انا الاهلي يعني اسم النادي الاهلي اسم كبير جدا. طبعا لعيبه النادي الاهلي مقدره ده تماما. طبعا هيشتغل على الحته اللي كولر هيشتغل على الحته النفسيه. يعني لعيبه النادي الاهلي ده المفترض ان افضل لعيبه في مصر وفي افريقيا يعني طبعا. في الوطن العربي. فحته ان انت يعني اللعيبه مش محتاجه فنيات قد ما هي محتاجه عامل نفسي دلوقتي. لا، ان انت الاهلي الحافز زي ما بيقول بالظبط. الحافز. فانت النادي الاهلي نادي كبير طبعا، في اخطاء وارده في كره القدم. النادي الاهلي دايما عودنا انه بيقفل، حتى لما بيبقى ياخد بطوله ثاني يوم بيقفل على كده وبيبدا. فطبعا بعد هزيمه مباراه انا متاكد ان كابتن سيد عبد الحفيظ في تمرين النهارده، انا مش عارف النهارده في تمرين ولا لا. النهارده راحه. النهارده راحه وهيستأنفوا التمرين من بكره. فاكيد هي خلاص يعني في الاجتماع بتاعه خلاص هيتكلم مع اللعيبه، خلاص دي صفحه وهتنطوى يعني، وهيبداوا يشتغلوا طبعا على مباراه القطن الكاميروني. فالمباراه محتاجه طبعا في اخطاء فنيه المدير الفني هيتكلم فيها، وفي العامل النفسي شايف ان ده دور الكابتن سيد عبد الحفيظ. بالاضافه بقى ان لعيبه النادي الاهلي شايفه الجماهير ومجلس الاداره وراك وبتدعمك، والجماهير فاهمه ده وفاهمه ان انت ما قصرتش ودايما بتلتمس الاعذار. فانا شايف ان مباراه القطن الكاميروني ان شاء الله يعني ان شاء الله الثلاث نقاط لصالح النادي الاهلي. حلو قوي. عايز اسالك على حاجه. اتفضل. هل انت بما انك لاعب كره سابق ومدرب وكذا، شايف ازاي يتم التعامل مع اللاعب المقصر من قبل الجمهور؟ يعني احنا طبعا بنشوف اللاعب الفلاني ده احسن لعيب في مصر، جلت منه ماتش ماتشين، يمشي ده ما يقعدش في النادي الاهلي، ده اللي مقعده في النادي الاهلي. اللاعب يتعامل ازاي مع ده، والجمهور يتعامل ازاي مع اللاعب ده؟ انا بتربطنا علاقه بالكابتن احمد عبد الباقي ده مدربي، ده ردا على كلام حضرتك يعني. حتى لسه مكلمني قبل الهوا. هو من المدربين اللي استفدت منه كتير، وعلى المستوى الشخصي هو حتى بيقول لي انت زي ابني يعني. ده حاجه طبعا بتشرفني يعني. فكابتن احمد عبد الباقي طبعا جيل الكابتن خطيب، جيل العظماء يعني، فدايما كان بيقول لي لا، في حاله الهزيمه كانت الناس دي بتخاف تمشي في الشارع. قال لي كنا بنتحرج نمشي في الشارع. كانت مصر معظمها احياء شعبيه في التوقيت ده، فكان بيتحرج ينزل الشارع يمشي وهو خارج في فالتوقيت ده اختلف يعني. انا شايف ان اختلف عن العصر ده يعني.
في حته ان الجمهور يعاقب لعيب انا متهيألي لا، هو الجمهور بيعاقب اه طبعا ممكن بالتجاهل في تشجيعه في المباراه، اما ده دور انا شايف ان دور مجلس الاداره، ان طبعا اللعيب المقصر طبعا بيبقى فيه تقرير كمان مدير الفني في لعيبه بتاثر في مقصره في التدريبات، وبالتالي بيعود عليها طبعا في الماتشات هتبقى ادائها واضح يعني، فده دور مجلس الاداره، وزي ما بقول لحضرتك مجلس اداره النادي الاهلي بترأسه رئيس نادي بدرجه مدير فني، هو على درايه، الراجل بيتفرج على الماتشات مدير فني مش رئيس نادي اداري بس، النادي كمان شاهد في عهده طفرة كبيرة على مستوى الألعاب كلها، افتتاح فرعين شيخ زايد والتجمع، فأنا شايف إن حتة التقصير أكيد يعني ما فيش لاعب كرة بيبقى عايز يوصل للمرحلة، هو ممكن بس بيوصل لمرحلة هبوط في المستوى أو كده يعني، أما تقصير في نفسه يعني وفي حالات كتير مش هنتكلم عليها تقصير بقصد بيتم استبعاده من النادي الأهلي طبعًا، صح. وفي تجارب كتير يعني. صح صح، احنا لسه هنكمل كلامنا لكن هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا بقى عن كابتن عبد الله ومشواره وحكايتك بقى مع الاحتراف. هنطلع فاصل ونرجع على طول. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه معانا ومنورنا في الاستوديو كابتن عبد الله زيات. يعني عايزينك بقى تكلمنا عنك، ازاي دخلت ناشئين وليه خرجت؟ يعني كلمنا عن مشوارك. انا اصلا من مواليد طنطا. يعني اخ لست اخوات، اول رياضه مارستها كانت كره القدم والسباحه. ثانيه واحده، اخ لست اخوات ايه، بنات ولا اولاد؟ لا اربعه بنات واحنا ثلاثه. ما شاء الله. ماشي ما شاء الله ما شاء الله، سته الله. دول حلوين. الله اكبر. بتتخانقوا بقى يعني ولا انتوا فاهمين؟ بس عايز اعرف. انا الترتيب الثالث، كل في اثنين اكبر مني وكلهم متجوزين ومخلفين يعني. ما شاء الله. اول رياضه مارستها كانت الكاراتيه والسباحه. أوكي. طبعا كان في التوقيت ده كنت الطفل مشاغب شويه وانا صغير يعني، فتفاجأت بوالدي في الله يرحمه يعني ويجعل مثواه الجنه، في يوم من الايام جايب لي كارنيس اللي هو كاراتيه يعني، بما انك بقى مشاغب فورينا بقى. خش خرج الطاقه هنا. خرج الطاقه هنا. في ظل وجودي في استاد طنطا لممارسه لعبه الكاراتيه، كان في اكاديميه لكره القدم بيرأسها كابتن ربيع ياسين وكابتن حماده مرزوق يعني. اوكي. وانضميت للاكاديميه دي ومن خلالها الحمد لله جيت النادي الاهلي. قعدت فتره في الناشئين وبعد كده ما حصلش نصيب وكملت يعني. بعد كده سافرت يعني بعد ما مشيت من النادي جالي سموحه عن طريق كابتن ربيع ياسين، كان في التوقيت ده توقيت تجنيدي. اوكي. فالامور ما اتظبطتش يعني. بعد كده سافرت اكتر من دوله، لعبت في بهلة العماني، ده احد انديه الدوري الممتاز في سلطنه عمان، الشيخ حسين في الاردن، ده في عاصمه اربد هناك، العاصمه الثانيه بعد عمان طبعا يعني. اوكي. وسافرت لعبت في دوري المؤسسات الحكوميه في الامارات، ولعبت في الدوري اللبناني مع اخويا وصديقي طبعا احمد سلامه، لاعب منتخب مصر حرس الحدود، ونهيت بقى مشواري في الدوري الموريتاني في ثلاث انديه هناك، وكان قصه لعبه في الدوري الموريتاني كان صدفه يعني. انا كنت بلعب في دوري المؤسسات الحكوميه. انت كنت اول لاعب مصري يحترف في الدوري الموريتاني؟ انا تفاجات. يعني تفاجات ان اول لاعب مصري وعربي كمان. اوكي. كنت بلعب في دوري المؤسسات الحكوميه في ابو ظبي في الامارات، كان في التوقيت ده بيلعب الكباتن طارق السعيد، كان لسه بيلعب وكان بشير التابعي، كانوا بيلعبوا في مؤسسه التعليم العالي، كنت انا بلعب في ساعد للانظمه المروريه. فكلمني نائب رئيس الاتحاد الموريتاني اللي هو احمد ولدي داير، رئيس الاتحاد الموريتاني دلوقتي احمد ولدي يحيى، يعني بتربطنا بهم علاقات قويه جدا لحد دلوقتي. على فكره ان انا العب في دوري موريتانيا. بالفعل وافقت ان دوري ممتاز، انا كنت بلعب في دوري المؤسسات الحكوميه في الامارات، فده لا يعوق ان انا العب في دوري الموريتانيا. حجزوا لي اكتر من مره وما معرفوش طبعا ان انا لسه ما خدتش القرار الرسمي يعني، حتى تم تسجيلي الكترونيا يعني. تم تسجيلي على السيستم وخلاص، ان انا بس يعني انا سافرت بعدها بيومين طلع لي الكارنيه وشاركت يعني. ده كلام حضرني كل حاجه. خلاص كان تم، زي قصه الزمالك والقيد وكده يعني. كان تم التسجيل على السيستم يعني. فكل حجزوا لي اول مره، قعدت قبل السفر بثلاث ايام اعتذرت، كنت خايف من موضوع موريتانيا وعملت سيرش كتير انها دوله افريقيه
كانت التجربه كانت تاني مره نفس القصه، تالت مره بقى قالوا لي خلاص لو مش هتيجي خلاص يعني بلغنا وكده حسيت انك بقى عشان كده بشكر احمد من خلالكم يعني احمد ولد دايا اللي هو نائب رئيس الاتحاد الموريتاني على تمسكه بجد ونستحملنا استحمل التردد فسافرت الدوري الموريتاني كنت مسافر في شهر 11 كده اخر شهر 11 يعني. سافرت اتمرنت تمرينتين كان مع مدرب جزائري اسمه ابو امين في نادي الرياض الموريتاني كان نادي لسه صاعد للدوري الممتاز يعني سافرت وبعدها بيومين قلت لهم انا عايز اشارك يعني علشان قلت حسابات جوايا ان انا لو ظهرت بشكل مش جيد خلاص في يناير اطلب فسخ التعاقد وارجع بقى ايه مصر وكده يعني الحمد لله عملت ماتش كويس جدا الدنيا اللي يعني مش هقول في الحاجات دي موجوده على السوشيال ميديا الناس اتكلمت عليها كلام كويس جدا خصوصا ان اللاعب عربي ومصري وبيلعب مع 11 افريقي طبعا بتلعب ضد 11 ده بالعكس انت عكست القصه يعني احنا بنجيب افريقي وسط 11 بالظبط فانا الحمد لله يعني انا دلوقتي تقريبا 38 سنه وشويه فلحد دلوقتي بتمرن الحمد لله ان شاء الله يعني انا بمرن في النادي اكتر من ساعتين ونص لازم ساعتين ونص بتمرنهم طب ثانيه يعني واحده بس دخلت ازاي بقى الناشئين الاهلي وليه خرجت؟ خشلنا بقى الاهلي انا قلت في تم جيت بعد الاكاديميه كره القدم اللي كان بيترأسها كابتن حماده مرزوق وكابتن ربيع ياسين جيت النادي مع كابتن احمد ماهر الله يرحمه يعني قعدت فتره مش كبيره يعني مش ما قعدتش لحد 20 سنه قعدت فتره صغيره وبعد كده مشيت يعني ليه بقى؟ الفتره ديت كانت يعني ما كنتش لسه اخدت سكن هنا في القاهره وكنت لسه تحت التقييم يعني فما كنتش حتى لما ما استمرتش فتره جه مسك الكابتن فتحي كابتن عبد العزيز عبد الشافي وبعد كده بعت لي وجيت برده فتره وما استمرتش يعني فكان التقصير كان مني طبعا يعني ما كانش الظروف مساعده زي بيقولوا كنتش جاهز انك بالزبط. تكمل بالظبط يعني بس رجعت بقى طنطا وكملت بقى المشوار الاحترافي ده يعني الانديه اللي انت لعبت فيها دي كلها وكل واحد طبعا مدرسه كوره اكيد مختلفه بالزبط. يعني اردن لبنان موريتانيا عايزك تقول لي بالنسبه لك اقرب تجربه لقلبك واكتر كوره حبيتها فيه بالظبط احنا لو اتكلمنا في اختلاف في يعني دايما حتى لما بنجيب مدربين هنا اجانب بنتكلم مثلا عن مدرب برتغالي هنقول مدرسه المدرب البرتغالي بيحب الكوره الهجوميه او بيحب الكوره الاستحواذ او المدرب صح. يعني لو اتكلمنا على الكوره الموريتانيه قوه اكتر قوة بدنية والتحامات ويعني انا كنت بخرج من التمرين بقعد في والله بتكلم بجد كانك مضروب كنت بقعد في البند بتاع التلج افتح فيسبوك او حاجه واحط تلج اللي هو علشان الوقت ما احسش بيه كنت بقعد بالساعه يعني اوف من الخبطات وكده والله بجد خناقه يعني مش ماتش كمان عشان مش مؤهلين كمدربين فالتدريب طبعا كنت في مرحله سنيه اقدر اقيم مدرب يعني فكان التدريب مش ما كانش كانوا بيعتمدوا على القوه اكتر يعني التدريب كله بدني وجري والحاجات دي فالالتحامات طبعا الدوري اللبناني يعني الى حد ما في كوره العماني في كوره الاردني يعني بيهتموا بالكوره اكتر يعني فطبعا استفدت من كل التجارب دي في واحده فيهم مفضله عندك يعني مثلا لما بتقعد تفكر تقول لما كنت هنا كانت دي اقرب حاجه اقرب مرحله والله انا حبيت كل الشعوب اللي انا عاشرتها بجد والله يعني الشعب الاردني انت لفيت الوطن العربي كله يعني كان ناقصك ليبيا تقريبا موريتانيا يعني والله جالي حاجات كمدرب بقى في الفتره دي بس الفتره دي كمدرب يعني في ليبيا ناشئين اهلي طرابلس ف لا خليك في مصر خليك معانا خصوصا ان الـ 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 الاجواء الامنيه هناك مش مضمونه يعني فالشعب الاردني شعب محب جدا للشعب المصري صح الشعب اللبناني بقى شعب جميل جدا دول سكر دولت في حته ثانيه خالص يعني وكمان كان معايا في التوقيت ده احمد سلامه لعب منتخب مصر وحرس الحدود فكانت سنه كويسه يعني موريتانيا بقى شعب محبين لمصر جدا وملتزمين ومتدينين فكانوا دايما اي حد كنت انا بقى مميز بالنسبه لهم بقى اللي هو طبعا ابيض واحد الابيضان ابيض واحد في البلد يعني بالظبط دايما كنت بدات اتعرفت جدا يعني اللي هو كان الاعلام هناك بيتكلم عليها كتير جدا يعني اللي هو حاجه ظاهره يعني ايوه زي ديانج مثلا عندنا يعني هو علشان كان ما فيش احتراف خالص هناك يعني كنت اول حد يجيبوه يعني فكانوا دايما يقابلوني بقى في الشارع يحكوا على انهم بيحبوا مصر قد ايه وعلاقاتهم بالشعب المصري وكان محبين جدا للشعب المصري بقى وحكوا لي حاجات تاريخيه بتربط البلدين وكده ايوه
ده اللي فيدل ان كل الدول العربيه فعلا مقدره حجم مصر، دي حقيقه، الشعب المصري، وعارفين قيمه مصر في المنطقه كلها يعني. حلو. طيب اي مشوار بيبقى فيه صعوبات بتمر بالزبط. بيها ايه اصعب الحاجات اللي مريت بيها، وايه اللي خلاك بقى تتوجه الى التدريب؟ احكي لنا التويست ده. انا يعني لو اتكلمت اصعب حاجه حصلت في الكوره ولا في حياتي عامه؟ فخلينا في مجالك، في المجال، في الكوره طبعا، وفي حياتك مع الكوره. ما هو الواحد بيتنازل عن حاجات كتير قوي عشان شغله. هي وفاه يعني. والدي يعني بعد وفاه والدي كانت بتربطنا علاقه، كان بوالدي ده صديقي جدا الله يرحمه، يعني كان صديقي بمعنى صديقي يعني، ف كانت كل حاجه دايما بحكي له عنها وكده. فمن صغري بقى يعني كل اللحظات اللي كنت بعيشها معاه كنت بتخيل يوم وفاته يعني الحياه من غيره عامله ازاي وكده. ف حتى يوم وفاته كان توفى في المستشفى، وصاحبي كلمني فبقول له انا هاجي اشوف بكره الحاج وكده، فقلت له والدي هيتوفى النهارده. فبعد ما قفلت قلت ايه اللي انا بقوله ده يعني، فكان عندي احساس من جوايا بالخلاص بالميعاد من كتر مرور السنين اللي فاتت وحب ليه، فكانت حاجه كده من عند ربنا يعني. فده اصعب حاجه حصلت لي. ممكن ما حصلش حاجه بعدها يعني، حاجه صعبه، كل حاجه انا راضي بيها طبعا، وراضي بقضاء الله في كل حاجه يعني. ونعم بالله. ربنا يرحمه. اتحولت للتدريب ازاي؟ عشان انا الكابتن عبد العزيز الريامي ده المدرب التاريخي في سلطنه عمان، ده مدربي وطبعا يعني تربطنا بيه علاقه قويه جدا يعني. ف كنت رايح معاه نادي بهله العماني، وخلاص سافرت سلطنه عمان، تم ايقاف الدوري الموريتاني للسنه الثانيه على التوالي بعد وصول سلطنه عمان بايام بسبب تفشي فيروس كورونا يعني. اوكي. فخلاص هرجع مصر. قال لي ايه رايك تتمرن وكده، في اكاديميات لسه شغاله الى حد ما قبل ما الدنيا تقفل خالص، ومدارس الكوره في الانديه يعني. فقلت له كان بالنسبه لي موضوع التدريب، انا واخد اللي هي الدورات الاساسيه في التدريب 2013 اللي هو من كتير جدا يعني. فقلت له خلاص يا كابتن يعني بما اني موجود هنا امرن يعني. فضلت احضر قبل ما انزل التمرين باسبوع بقى الوحدات التدريبيه والحاجات دي كانت بالنسبه لي، حتى انا عامل فيديو كده تاريخي ان انا اول اروح اول التدريب احط الكنز هنا احطه قصاده مش عارف يعني، هي بدايتي التدريبيه جدا رغم ان انا طبعا عارف الوحده التدريبيه متقسمه ازاي، بس ده بدايتي يعني. فبشكره طبعا انه اداني الثقه، وكانت في نادي كبير كمان، نادي جعلان العماني ده من انديه كبيره جدا هناك، ونادي تبع وليه كبيره جدا، وانه اداني الثقه في ان انا امرن في فرقه قطاع البراعم هناك. كمان ناس شهدت لي الحمد لله ان انا يعني قعدت شهرين وخلاص بقى، كان خد القرار ان ايقاف الكره في سلطنه عمان كلها خالص. رجعت مصر يعني. اوكي. رجعت مصر بقى اخذت الدورات وبدات خلاص، اللي هو كان سني كمان بيجي لي حاجات في القسم الثاني في الكوره يعني، فقلت خلاص اتجه للتدريب. طبعا بشكر احنا هنتكلم على اكاديميه كره القدم دلوقتي طبعًا. ولا علشان كنت هشكر طبعا الكابتن شطه على ان اداني الثقه ان انا ابقى موجود. لا انا عايز اعرف انت روحت ازاي اكاديميه كوره في الاهلي يعني، دخلت ازاي، الموضوع بدا منين؟ عن طريق بقى انا اهلت نفسي طبعا كويس جدا، وخدت دورات والرخص التدريبيه. والكابتن شطه بقى اداني، قال لي هتقعد شهرين تحت التقييم، قلت له خلاص انا موافق. اوكي. يعني طبعا لو هنتكلم عن اكاديميه الكوره ولا اتكلم عن الموقف ده تحديدا دلوقتي؟ اتكلم عن الموقف. الموقف قال لي خلاص شهرين تقييم. طبعا عندنا لجنه فنيه نجوم كبار جدا، كابتن احمد عبد الباقي، كان الكابتن خالد جد الله، كابتن اكرامي، كابتن فوزي سكوتي، كابتن مدحت طه اسماعيل، اسامي كابتن محمود صالح، اسامي كبيره جدا يعني، اسامي كبيره مش في مصر وفي الوطن العربي. فقلت له خلاص موافق. الحمد لله بعدها باسبوعين قال لي خلاص انت موجود معانا الحمد لله، وكملت بقى في الاكاديميه ده الموسم الثاني يعني. جالي حاجات الحمد لله كتدريب، ان انا امشي من النادي فاخرهم طبعا السنه دي ان انا امسك فريق 2006 في نادي البنك الاهلي عن طريق كابتن خالد جد الله مدربي اللي باكن لي كل احترام وتقدير يعني. وبرده اداني فرصه، قال لي هديك فرصه اسبوع، وكل ما يلاقيني بلقلق كده في القرار قال انا عارف انت مش عايز تسيب النادي وكده. ف انت بتلقلق كتير يا كابتن، انت برج الجوزاء ولا ايه؟ لا دي سببها بلاش ايه؟ برج الايه عشان ما اعرفش الصراحه. ما تعرفش برج ايه؟ لا ليا قصه كده. يعني انا مش انت مولود في يوم ومتسجل في يوم صح؟ انا مولود وكنت يعني قالوا هيتوفى، قالوا بحكم ان انا من طنطا كان فكر الريفي شويه، فقالوا خلاص هيتوفى مش هنعمل شهاده ميلاد وكده يعني. لا هيتوفى هنعمل شهاده ميلاد وبعد كده وفاه. فانا مواليد 1 رمضان،
ده اللي انت ده اللي انا اعرفه بقى لكن يعني. الميلادي مش عارفه. لا ممكن زي ما والدتي بتقول لي يعني اتسجلت مثلا بعدها بثلاث اسابيع بشهر بشهرين اللي هو والدتي ست طيبه جدا يعني يعني مش مقدره الوقت ربنا يخليك مش مركزه في التوقيت. لا يعني مش مقدره الوقت احنا يعني. نرجع للسنه اللي انت اتولدت فيها ونشوف يوم واحد رمضان كان بيوافق احنا نرجع للفار نعرف انت اتولدت امتى عشان كده ما اعرفش برج ايه بس طالما بلقلة يبقى برج الكوز. برج ايه كنت شهر ايه اللي اتسجلت فيه؟ انا متسجل 1/12 الكورس. لا بعيد قوي انت بعيد خالص. ميزان يعتبر برضو قريب من الميزان. لا قبلها 11 ممكن اقرب ميزان يعني في الرينج في الابراج المحترمه يعني. طيب حلو. انت يعني عايزه اقول ان انت شامل برضو يعني كوره وبعدين تدريب وبعدين عندنا اخبار كده ان انت بتكتب اغاني وعملت كمان اغنيتين للاهلي. انا عضو نقابه مهام موسيقيه اصلا. احنا زملاء يا باشا اتفضل. الموضوع جالي ان انا عضو نقابه مهام موسيقيه صدفه يعني اللي هو انا بكتب من صغري بكتب كده بس ما بحتفظ طبعا بالحاجات دي اوكي بس بتحب ان انت تخرج اللي في دماغك تكتبه. فكنت بهزر مع واحد صاحبي في توقيت كده كنا خصمين يعني طبعا انا كده كان في مشاكل بينه وبين زوجته يعني فبألف عليه حاجه اللي هي كنتوا بتتكلموا على التنمر دلوقتي. اوكي التنمر عليا كان هزار كده بينه وبينه يعني. ما هو زمان التنمر كان اسمه هزار. قلت له صدق اغنيه جامده دي. اوكي. هو لذيذ يعني قالت والله اغنيه جامده بجد يعني. فقلت له قعد بقى يشجعني ايه رايك تغنيها وكده يعني. فلما الموضوع قام في دماغي بقى فهمت يعني ايه مصنفات فنيه ما كنتش افهم يعني مصنفات فنيه ما حبيتش اغني كده اللي هو بتحفظ حقوقك طبعا. اللي هو انا فاكر يوم ما انا رايح للمصنفات الفنيه اسجل الاغنيه معموله حزينه قوي فقلت انا اول اغنيه مش هعملها كده فغيرتها لكلمات هي اسمها الحكايه. اوكي فاكر منها حاجه تقول؟ صراحه مش فاكر اي حاجه. باجي هنا ازاي الواحد يجي الاستوديو بينسى كل حاجه. خصوصا الكلمات الاغاني وكده. فغيرتها ورحت المصنفات وبعد ما اتسجلت طبعا مصنفات خدت الموافقات غنيتها يعني. الناس كتير شافوها ليا اصدقاء في المجال الفني الاستاذ عصام اسماعيل ده صديقي جدا يعني ملحن كبير جدا عمل حاجات لنجوم كبار يا حقيقة. الفنانين محمد فؤاد وحمائي وحميد الشاعري ناس كتير يعني حقيقي اتفضل فقال لي صوتك حلو جدا وقال لي الكلمات حلوه وايه رايك نعمل اغنيه فما استمد يعني ما حبيتش ادخل المجال يعني حتى كل ما بنلعب مع بعض متعودين كده بمجموعه فنانين ولاعيبه الكره بيلعبوا كده اسبوعيا يعني فيقول لي ايه رايك هنعمل اغنيه امتى بس اكتب وكده يعني فعملت اغنيه بقى للنادي الاهلي وغنيتها اوكي برده كانت مسجله ومصنفات ويعني شفتها ان انا اعجاب ناس كتير يعني يعني انت دخلت الحاجتين مع بعض بعد كده بقى نقابه المهام الموسيقيه كان في اختبارات في النقابه وقدمت واخدت بقى على لجنه يعني اول مره اتحط في الموقف ده كانت لجنه كبيره جدا فاكر كان ايه مين الاستاذ حلمي بكر كان الاستاذ حلمي بكر كان حلمي عبد الباقي كان احمد حاجه مش فاكر كان خالد الاستاذ خالد بيومي قعدت بقى وغنيت قدامه وغنى وتمام لا انت فنان بقى اصل مش اي حد طبعا بياخد النقابه اتفاجأت اصلا مش من محب انا كان والدي امام مسجد يعني ما كنتش من يعني ما تلاقينيش من الناس اللي حافظه اغاني يعني لما دندنت بس كده وما كملتش يعني في المجال عشان تركيزي كله انا 38 سنه دلوقتي فكل تركيزي طبعا في كره القدم احنا للاسف فقرتنا خلصت ومبسوطين ان انت كنت معانا وبنتمنى لك بجد التوفيق وزميل كمان يعني احنا نعمل اغنيه سوا ان شاء الله خلاص الاغاني هتتبعت النهارده وانا هاجي اطبل بالظبط انا هعلمها الغناء احنا بنشكرك جدا كابتن عبد الله ونورتنا وان شاء الله تحقق كل اهدافك واحلامك وللاسف احنا دلوقتي خلصت حلقتنا النهارده ومعانا ومعاها كده هيبقى خلص الموسم الاول من برنامجنا الحريفه يا رب نكون انا وهند كنا عند حسن ظنكم وقدرنا نقدم لكم موسم كويس يليق بيكم كجمهور النادي الاهلي وبيتنا
الثاني وكيان كبير زي كيان الاهلي. بجد احنا انبسطنا جدا ان احنا كنا موجودين معاكم في الموسم ده، ويا رب نكون كنا خفاف عليكم يا رب، ان شاء الله مكملين تاني مع بعض. عايز تقولي ايه هالنوده؟ لا عايزه مش هزود على اللي انت قلتيه، يعني احنا طبعا للاسف انتهى الموسم الاول من برنامج، هنبقى موجودين مع حضراتكم بعد رمضان على طول. بس خليني اشكر الناس اللي اشتغلت على البرنامج ده، من اول شركه ريكورد ميديا، قناه النادي الاهلي، رئيس التحرير احمد فرحات، فريق الاعداد الشاطر جدا رغده، خالد صاحبه الافكار واللقطات اللذيذه قوي والحلوه، احمد رشاد طبعاً يعني من غيره في الرياضه مش هنقدر نعمل حاجه، هند عواد، كريم سعده، بروديوسر محمد رأفت، مش عايزه اقول بلقب رأفت بايه، وديانا عواد، وطبعا طبعا هديه الفيشاوي، وكل الناس الحقيقه، كل الناس اللي موجودين هنا في الاستوديو، مصورين الصوت اوتو كيو، كل الناس، وطبعا مخرجنا العظيم فضل وبيبو، عشان وشوارب كل الناس الحقيقه، اكيد هنسى ناس للاسف، بس الناس دي كلها عايزه اشكرها علشان هم اللي خلونا ان احنا نقدر نتقدم، هم اللي خلونا ان احنا نقدر نقدم موسم ان شاء الله يكون يعني كويس ويليق بينا وبالجمهور وبقناه النادي الاهلي. هتوحشونا أكيد، بس ان شاء الله بعد رمضان هنبقى موجودين مع حضراتكم. بالظبط، اكيد هيوحشونا جدا. وعايزه كمان اشكر استاذ ايهاب الخطيب اللي رحب بينا وبوجودنا في القناه، كابتن اسلام الشاطر، استاذ باسم عزمي، استاذ احمد غنيم، وشكر خاص مني بجد خاص مني لهديه ساعدتني في كتير، في حاجات كتير قوي في الاغنيه بتاعتي فانيلا حمراء. وعايزه اكد ان احنا ان شاء الله، وعايزه اقول لكم ان هديه عيد ميلادها النهارده، كل سنه وهي طيبه، واحنا اكيد راجعين في الموسم الثاني باذن الله بعد رمضان، وان شاء الله نرجع لكم بموسم مختلف قوي، ونقدم فيه افكار وحلقات احسن واحسن، ونشوفكم على خير ان شاء الله وسلام. واسيبكم بقى مع فقره طبيه مسجله من حلقه سابقه.